تشكيلة ليوبي لحراسة المرمى تيجي بوفون على اليمين ديشيليو على اليسار البلاك ستارز الغانية ساموا بارزاني كيليني سامي خديرة بين تانكور رودريجو دوغلاس كوستا الكساندرو اللاعب باولو ديبالا فنان الارجنتين وارو كريستيانو رونالدو العرضية خطيرة وكيليني كيف سيصمد رفاق أسعد المدريدية؟ ترجع الكرة لتورينو، اليوفي بابيتا، ليكس يمشي، بابيتا قدم جول، فرصة كبيرة، خرجها راموس، ترجع الكرة غونزالو إيغواين، إيغواين سبع سنين في مدريد، العرضية، مباراة تاريخية، انطلاقة والكوداد يغير أوراقه، يعدل تشكيلته ويدخل إيسكو، إيسكو هجمة مدريدية أولى خطيرة وهدف الأول 1-0 كريستيانو رونالدو 1-0 كريستيانو رونالدو رونالدو يسجل من جديد في مرمى جيجي بوفون جاك اللي ما يرحمش يا بوفون الشبح كريستيانو بسرعة الصوت ودقة الصاروخ يضرب مرمى الطليان 1-0 للبلانكو ريال كريستيانو رونالدو 1-0 شوف مارسيلو كرة في الظهير كرة في الجناح يمشي إيسكو بذكريات والكرة تمشي لكربخال ولد الخال يلعب كرة خطيرة الدفاع من بارزالي أندريا بارزالي وركن ما فعلش الاختيار يمشي كيليني قرار الحكم هذا يقول شكل يقول لا ما فيها شيء ترجع كرة عن طريق العشرة يلعب مودريتش مباراة نارية مباراة تاريخية ترجع الكرة للمومي ديبالا ديبالا خطيرة جول ديبالا والكرة باولو ديبالا عامل حالة باولو ديبالا يعمل حالة وهدف التعادل يقرب للبيانكونيري كرة التعادل فيما سبق الكرة القادمة اللاحقة بالراس وفرصة كبيرة فرصة كبيرة للمرينجي عن طريق الفرنسي رافائيل فاران حضرت لكم تابلو جدول استثنائي يا سادة جدول استثنائي يا سادة يخص كريستيانو لعب يلا امشي يلا سجل يلا سدد يلا كريستيانو يلا ميرينجي يلا ترجع الكرة جيجي بوفون فرانشيسكو إيسكو يلعب إيسكو خطير على القائم الثاني بنزيما والكرة في التمس الرمية الجانبية لليوم أولى كرة دوغلاس حلوة برشا يمشي ديبالا كرة خطيرة كازيميرو يرجع الكرة عن طريق مارسيلو توني كازيميرو لتوني توني لوكا للريال مدريد كريستيانو يمشي مدريد هي تاريخ الكاس لاكو خطيرة جول التعادل اليوفي ولكن كايلور يتصدى كايلور نافاسي فسخ أقرب كرة يوفنتينا للتعادل وإدراك التعادل هدف كان قريب وكان مستهدف فيهم الكل سامي عاود سامي وسع الان ركنيه يا سامي ركنيه يا خديره ديبالا واحده يا سامي واحده يا خديره كوره وفرصه وضاعت على اليوفي ضاعت الكوره على اليوفي يسكو مش يركنها يسكو هزمه حلوه برشا يمشي خطيره يا كريم يا بنزيما والكرة في اليوفي يمشي الكرة كازيميرو سليمة لم تسلم يا بنتانكور ورقة صفراء بنتانكور رودريجو لن يلعب مباراة الإياب متى شاء في خيار أليجري أن يشركه للوادي ورقة الصفراء الثانية نعم ميسيز نيكست توني والرصية خطيرة وفي خطأ لدفاعات اليوفي هو اللي دفاع السيدة العجوز
يطلع كيليني بالراس ولا بارزالي ترجع الكرة غونزالو الدفاع باولو ديبالا عدى باولو ديبالا ترجع الكرة من ديبالا حكم قال العب يرجع لخطأ بكثير من التأخير ليحصل كثير حط الكرة داشيلو يلعب كرة جول هدف التعادل يضيع اليوفي يتواجد هجوميا كرات تومبا وتوالى لكارفاخال مودريتش خطيرة وصعبة برافو الدفاع البلاك ستارز ممكن ضربه مرفق الغاني ترجع الكرة عن طريق باولو ديبالا وارديسكو حطير بنزيما يضرب المراك الثاني الله على الكرة تكسرت البار العارضة كسرها كروس متهم بتكسير عارضة تورينو هكذا غنت وقالت وصاحت عارضة بوفون من ضرباتك يا الألمانيا أمان يضرب الكرة كسرها العارضة ترجع الكرة الريال الثابت الريال المتوازن الريال المستقر ولكن بالراس يقبلوا برشا العرضية فرصة وتعادل يضيع الكرة لم ترد اليوفي الكرة ما حبتش اليوفي شوف الكرة من ديبالا ضيعها بينوكيو ضربت على خشمه ضربها بانفو لا يا ولدي ضربها براسك المرة الجاية بينوكيو كرة من كياليني باك يمشي دوغلاس وحده كوستا كوستا رسمية عن طريق الزموة يلعب كرة طويلة والكرة ترجع بقى هناك ضربة جزاء يريدها اليوفي الحكم تشاكي قال العب والكرة ترجع مرة ثانية عن طريق كازيميرو سامي خضيرة دي مهمة جدا لتفاصيل الشوط الثاني الآن فرصة ليوفي يضرب كرة وين يا بنتنكور حط الكرة هي عن طريق الهجوم يلعب خضيرة هي ديبالا ما فما شيء والحكم ماذا يقول ورقة صفراء للتمويه على باولو ديبالا لا هذه في المباشر في اللحظة الأولى يعني الكرة حية تلعب ركنية جديدة كرة من الثبات يضربها فاران خارج ولا إصرار لليوفي فكانوا جابوا الكرة خطيرة يحاول خطف تيه برشا هذا اللي حب عليها ديبالا هذا اللي أرادها ديبالا اسمع جمهور اليوفي ليست ريغوري ليست ضربة جزاء هي مخالفة ولكن يعبرون عنها ناويها غاويها شاهيها يحطها ولا ما يحطهاش الآن للإجابة ديبالا فوق الجدار امشي ديبالا اليوفي 0 الريال 1 كريستيانو الشبح رونالدو الآن نعود للزميل هشام الخلسي وإثارة المباراة أصدقائي المشاهدين متتبعي بين سبورتس أهلا وسهلا ومرحبا بكم الشوط الثاني في قمة القمم في مباراة الكبار اليوفي والريال في إطار دوري الأبطال للشامبيونز 1-0 للمرينجي في الدقيقة 3 مرسومة من الرسام كروس كازيميرو مودريتش إسكو بنزيما كريستيانو تشكيلة الملوك تشكيلة لافيكا سينيورا ليلا جو بوفون دي تشيليو عزم الدياره الدفاعية سيلعب في معسكر مدريد هجوميا ترجع الكرة في خط فاول التركي الشكير تشكرات كبيرة برشا خشينة برشا حلوة برشا يمشي كرة والحارس كيلو نافاس دقيقتين شعلت النار رونالدو كان يخلصها أعطاه أسيست البنز رونالدو كريم رونالدو الثاني رهيب ولا رهيب يا مرعبهم ترجع الكرة الليجري اللي عنده نسبة فوز 73% خطيرة العرضية خطيرة من دوغلاس كوستا والكرة تمشي برا اليوفي ناقصه كان الهدف يرجع يصلح كينيني ديبالا باولو ديبالا فما خطأ فما ورقة طلع الصفرة وطبق القانون ورقة صفرة وانذار على فريق الريال مدريد انذار على راموس اذا راموس لن يلعب الاياب راموس يقول له لا يا شاكير
يا شاكير راه عندي صفر جون. الان دور الارجنتيني، الان دور الارجنتيني في المباريات الكبرى تظهر معادن اللاعبين يا باولو. باولو ديبالا فوق الجدار، ديبالا جول. مش ممكن، مش ممكن رفض عن طريق ديبالا. حرك يا ديبالا، وكره خطيره، هي فرصه كبيره. بنتانكور كره اوت من بنتانكور. الفرص متاحه وتتواصل الفرص الموجوده. من سيظفر بمن؟ 28 مرة السيمي فينال والكرة تمشي لمشوار الأرجنتيني. فما خطأ، فما فاول، وفما ورقة صفراء. سنرى قرار الحكم التركي. المباراة صعبت على التركي، المباراة صارت صعبة على التركي. عملوا ساندويتش شاورما. مرة ثانية كرة من كارفاخال، كارفاخال خطيرة يا رونالدو، يا رونالدو، يا كريستيانو يا كبير. يا كريستيانو، يا رونالدو، هدف اسطوري، هدف انطولوجي، هدف للتاريخ. يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، يا كاتب التاريخ عنوان الورقات. رونالدو اولا، رونالدو ثانيا، يا معقبهم. العب يلا يا اسطوري، يلا يا انطولوجي، يلا يا معقبهم، يلا يا دنيا دور، يلا هداف التاريخ، سفاح التاريخ. كريستيانو رونالدو عالمية، كريستيانو. واخرس المنتقدين. 2-0، 2-0 للبرتغيز. البرتغيز طلع منهم الجاز. 1-2، ديبالا ورقة حمراء، انتهت الحكاية من ماتش. فرصة كبيرة لقضاء المباراة، فرصة للهاتريك، مش ممكن. بالفعل هذا الريال قوي، وقوي جدا أمام الريال وضد الريال. كل واحد بالانترناسيونال مدريد العالمي. عطريك رونالدو، 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 حاول يلقيها دور. ما زاد العودة في البرنابيو، والريال بتفوق عدد الآن. مارسيلو يمشي، اللعبة صارت سهلة، اللعبة صارت واضحة. كريستيانو، مارسيلو، الهدف الثالث، الهدف الثالث، الهدف الثالث. التيكي تاكا، لوندوس، مدريدي يعانق مدريدي، والريال، الريال، 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 ملكي والريال في قمة الكبار. مارسيلو، مارسيلو، رونالدو، ريال مدريد. يمشي لوكاس باسكيز، فرصة الرابعة، وبرزالي بعيدة. ترجع الكرة مرة أخرى. هذه ذكرتني ماتش علقت عليه ريال بايرن في الأليانز أرينا بتاع 4-0. يعني المباراة كانت ترجع الكرة لأسينسيو، أسينسيو يوسع كرة، والهدف الرابع يضيع من لوكا مودريتش. الهدف الرابع من لوكا مودريتش. تقريب في 4-5 سنين. والشوط في كرة القدم الأوروبية ثم الأحد على الرأس والعين. بيمشي الريال حبيب الملايين. كرة في خطأ بصافرة التركي الشاكير. أنت في حضرة اليوبي الكبير وجمهور المتعصب للأسود والأبيض، فريقهم كبير وخشين برشا وقوي باخر. 4 سنين البطولة كانت للريال والبرسا، ورونالدو ضيعها. رونالدو ضيعها من باسكيز، باسكيز خطيرة وفرصة كبيرة. رونالدو والهدف الرابع للعارضة، الرابع يضيع بحكم العارضة. تستأنف الكتيبة المدريدية الأحكام من أجل رباعية الحكام، ولكن الكورة مترشح يعني فصلها وتخلص من الورقة الصفراء. حذاري يعني أرجع في السيمي فاينل من غير أوراق، وهذه من مكتسب فينال بتاع كارديف. هو في ورقة صفراء، ورقة صفراء لكوفازيتش، ورقة صفراء لكوفازيتش. يلعب الكرة ممتازة في دار الدفاع، في دار ألكساندرو. فرصة والهدف الرابع يوديرو رونالدو. رونالدو ضيع هدف مؤكد محقق ما يضيعش الأمانة. شوف الكرة وشوف الفرص وشوف السيطرة. كرة في الأروقة مرة أخرى، الأروقة للريال. يلعب أسينسيو، أسينسيو، وكرة خطيرة والفرصة. كريستيانو، 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 كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو، وفرصة الهدف الرابع لولا بوفون.
بوفون كله كفاية، حرام. الفرصة للهدف والنتيجة رسمية والنتيجة نهائية، اليوبي يخسر مباراة الربع على أرضه.